بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن الازدحار الذي تتمتع به ماليزيا نتيجة روح الوحدة والتعاون بين الأعراق، والسؤال هو ما هو تأثير روح حب الوطن حتى يعم الرفاهية في البلاد؟ تابعوا التقرير عنه. حماية سلامة البلاد ونظافتها هي إحدى طرق التعبير عن الحب للوطن مع كونه جزءا من الإيمان. وفي السعي لإنتاج جيل الشباب المحبين لوطنهم، يلعب الآباء دورا مهما في زرع روح المحبة للوطن داخل نفوس أبنائهم. هذا ما أعرب عنه نائب مدير قسم جول إتقان بجامعة العلوم الإسلامية الماليزية دكتور نور خميمي زين الدين. الحب لا يكون بالعبارة ولا بالأشعار، وإنما بالأفعال والإنجازات اتجاه أوطاننا، فيجب علينا الدفاع عنها وحمايتها والمحافظة على نظافتها. فمن واجب الآباء والأمهات أن يحببوا أبناءهم بالوطن حتى ينشأ جيل قوي قادر على الحفاظ على بلاده من كل خطر مضرات قد تأتيه من الخارج. وأضاف أن كل الماليزيون ملزومون برفع سيادة بلادهم بغض النظر عن الأعراق والأديان والمواقف السياسية. كدولة فيدرالية تقوم على نظام ملكية دستورية وتستند إلى قانون برلماني، فيلزم على المجتمع المدني وكذلك القادة الامتثال بقوانين الدولة. وتعتبر سيادة القانون ركناً أساسياً لإدارة الدولة الماليزية، الذي ينظم شؤون الناس ويحكم في قضاياهم، فلابد أن نحتفظه بغض النظر عن الشؤون والأديان والفكرة السياسية. إذن نحن الآن في ماليزيا هناك شعب ماليزي، ملايوي، الحنون والصينيون، فلا بد أن نعيش مع هؤلاء القوم بطريقة سليمة وصحيحة. نكتفي بهذا القدر، ولا تنسوا لمتابعة ما يثير اهتمامكم من التقارير في كل يوم حصريا في قناة الهجرة. سأوصفكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.